خسيسة ملهاش قيمة، آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا. فما صدقش ودان ليه مثل الدنيا، فقال لله عز وجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا ليا مثل الدنيا؟ معقول؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث وقال لأصحابه: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى هذا المقطع من الحديث، قول الرجل لربه تبارك وتعالى: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له هذا الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال له الله عز وجل: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها. هو مش مصدق ودانه أنه له مثل الدنيا فقط، قال له: لا، لك عشرة أمثالها. من الذي يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ وكل شيء في الدنيا مكدر، ما فيش نعيم في الدنيا غير مكدر، كل شيء مكدر في الدنيا. شوف حتى شربة الماء، تعرف لما الواحد بيزور من الأكل بيعمل ايه؟ بيشرب مية يبلع يعني. هذا الماء يمكن أن يموت المرء منه، يشرب يموت، وده اسمه ماء فرات عذب، ممكن يموت منه. يشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ماء الدنيا أو سقيا الدنيا وسقيا الآخرة، شوف في القرآن وشوف الفرق، لأن اللغة العربية أثرى لغة على وجه الأرض، فيش لغة زيها أبدا، لا في مفرداتها ولا في معانيها. ممكن تقول كلمة بالعربية أنت بالألمانية أو بغيرها تتكلم ثلاث دقايق علشان تجيب المعنى اللي أنا قلته في كلمة واحدة. عشان إخواننا الذين ضيعوا العربية وضيعوا الهوية بتاعتهم حتى يرجعوا مرة أخرى إلى العربية لغة القرآن. عندنا الألفاظ قوالب المعاني، قاعدة بتقول كده: الألفاظ قوالب المعاني، وإذا زاد المبنى زاد المعنى. إزاي؟ يعني صبرا، صاد باء راء، صبرا. الصبر مفهوم: احتمال النفس الكد، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. لما تقول بقى ايه؟ اصطبرا، يبقى انا عندي صبر واصطبرا. اصطبرا زادت الف وط، المعنى زي بعضه؟ لا، الحرف الذي يزيد في الكلمة لابد أن يقابله معنى زائد. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف حرف الطاء مبعجر كده، عامل كده منفوخ، ها؟ شوف كده عامل كده، تحس ان انت هتفرقع من جنابك. حرف الطاء، لان شكل الحرف في العربية يخدم المعنى، وهذا يعني لا يعرفه كثير من الناس، شكل الحرف يخدم المعنى. فربنا عز وجل لما ذكر الماء في الدنيا الفرات العذب السلسبيل، وذكره في معرض الامتنان بيمتن على الناس، يقول ربنا عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني لو استقام العباد على طريق الله لأسقاهم الماء الغدق الفرات. يبقى الماء هنا جاء في معرض الامتنان عليهم، لو آمنوا هيديهم النعمة دي.
شوف كلمة لأسقيناهم، الهمزة اللي قبل السين دي واقفة كده زي العقلة في الزور برغم انه ما شوف وأن لو استقاموا على الطريقة لا أس أس شوف الألف دي واقفة عاملة ازاي، لا أسقيناه. إنما شوف شراب أهل الجنة ربنا عز وجل يقول إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما انتش حاسس إن في حتى سهولة كلمة سقاهم، سقاهم كده بسيط سهلة إيه؟ لكن الفرق بين أسقى وسقى شوف الفرق. لا طبعا أسقى تحس إن فيها خنقة برغم انه ماء فرات، ليه؟ لانه يمكن ان يموت من ماء الفرات بخلاف نعيم الجنة. فحتى اسهل نعيم فيها يموتك. فليس هناك في الدنيا نعيم خالص، لازم يكون مكدر، لازم كل حاجة النعمة تكدر. ولد فاسد يكدر الاسرة كلها، جار فاسد يخليك عايز تطفش من المكان تسيب البلد، زوجة نكدية بوزها طول كده هو ما عايز تشوفها مبتسمة الكلام ده عايز تطفش من الدنيا بحال. لو ابنك صالح وجارك صالح ومرأتك صالحة رئيسك في العمل عايز يخليك تطفش من الدنيا كلها. ها؟ يعني ليس هناك نعيم خالص. عشان كده الآية اللي في سورة الأعراف ينبغي أن نفهم، أن نقف وقفا معينا لبيان المعنى. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لما نحب نبين المعنى ده نقف على كلمة الدنيا ونبدأ القراءة بكلمة خالصة، يوم المعنى يستقيم من جهة المعنى ويبان، لأن عشرات النصوص تنصر هذا الفهم. يبقى نقرأ الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف وبعدين تبدأ فتقول خالصة يوم القيامة. ليه؟ لأنه ليس في الدنيا نعيم خالص. رغيف الخبز ده اللي هو الحد الأدنى الذي يحتاجه الناس، انت بتاكل الكيس كله فيه 10 ترغيفة في ربع ساعة. تعرف رغيف الخبز ده كيف أتاك ووصل إلى المنضدة التي تأكلها؟ تحقيقا لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بتجيب البذرة ترميها في الأرض وبعدين تبتدي تتعاهد بقى بالمية والمبيدات والمش عارف الكلام ده لحد ما تبتدي تطلع البذرة، تتعاهد بقى الزرع لحد ما يطلع وبعدين ينضج وبعدين تحصده وتشيله عشان بالمكنة تفصل العصف عن الحب، وبعدين تاخد الحب تحطه في كياس وبعدين تغسله وبعدين تنشره في الشمس عشان يتحمص، وبعدين توديه مكنة الطحين يطحن حتى يصير دقيقا، وبعدين تجيبه وتحط عليه مية وملح عشان يبقى عجين، وتحط خميرة عشان يخمر، ها؟ وبعدين تخبزه في بطاطا، ها؟ تخبزه وبعدين تحطه في الفرن وبعدين تاكل. هذه قصة رغيف الخبز، وهذا هو الحد الأدنى الذي لا يمكن لأحد أن يستغني عنه. يبقى كبد ولا لا؟ كبد طبعا، ولست وحدك الذي يعمل في هذا، بل عمل فيه ألوف لحد ما وصل رغيف الخبز إليك. بخلاف الجنة، الجنة لا سؤال فيها، الذي تتمناه يجيئه، لأن السؤال من جملة الذل، والأصل في السؤال الحرمة، لكن أبيح للضرورة، أبيح للضرورة، لأنك أنت لازم تسأل، لأن فيش بني آدم في الدنيا يعرف كل حاجة. وخلق الله عز وجل الناس
يتفاوتون في المعرفة وفي الفهم وفي الحفظ والكلام ده، فيحتاج بعضهم إلى بعض. فأبيح السؤال لأجل هذا، وإلا أصل المسألة محرمة. لا تسأل إلا ربك سبحانه وتعالى. فيقوم الإنسان يضحي بالجنة وما فيها عشان إيه؟ 60 سنة؟ قلنا هيتحاسب منهم على 30 سنة فقط. يشوف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم